اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه التغطيه المباشره طبعا لمنتدى الاستثمار السعودي الامريكي خلال اليوم، وننتقل مباشره الى الزميله ميساء القلعة عبر الهاتف لتحدثنا عن اخر التطورات من موقع المؤتمر. اليك الهواء يا ميساء. شكرا جزيلا لك حسين. اذا اختتم الوزراء و رؤساء الأعمال السعوديين الملتقى الاستثماري السعودي الأمريكي بتأكيد رسالة واحدة بأن المملكة تفتح أذرعها لمزيد من الاستثمارات ومزيد من الفرص أمام الشركات الأمريكية حسين، على الرغم من كل الظروف السياسية التي تعصف بالمنطقة. رسالة كانت واضحة وموجهة تماما لكل الشركات، إذا لم يتم اغتنام هذه الفرص ربما تأتي جهات أخرى لاغتنامها، هذا ما أكد عليه المسؤولون السعوديون بالنسبة للشركات الأمريكية والحضور الأمريكي الضخم. أكبر 700 شركة كانت من الجهات الأمريكية حاضرة، والحضور كان مغري جدا لانتهاز هذه الفرص. ذكرنا سابقا عدد من الاتفاقيات التي وقعت، التركيز كان هذه المرة على القطاع الصحي وكذلك قطاع التعليم، كان الهدف الأساسي بالنسبة للمملكة في هذا الملتقى. نذكر طبعا بأنه عملية فتح الباب للمستثمرين الأجانب كان فيها مطالبات واسعة لتخفيف العقبات التي تواجه هؤلاء المستثمرين، وأيضا مد صلاحية تراخيص الاستثمار، هذا ما أكد عليه رئيس هيئة الاستثمار العامة عبد اللطيف العثمان للمستثمرين بأنه يجب على المملكة أن تفتح مزيد من آفاق التعاون ما بين هذه الشركات الأجنبية والتحول واستغلال هذه المرحلة الحالية من تجارة العقود إلى الاستثمار الاستراتيجي المستدام للمملكة خلال الفترة المقبلة. الرسائل كانت واضحة للمستثمرين بدون أي إشارات ربما على أي تأثير سياسي على هذه العلاقات المتينة الأمريكية السعودية. نحن طيب الآن ميسا ميسا نعم. هل علمنا عن أي نوع من الصفقات أو أي من الشركات التي ساهمت في صفقات جديدة مع السعودية؟ تحدثنا عن عدة صفقات حسين بالمجال الاقتصادي، وبعضها وصل إلى المليار ريال بالقطاع الصحي، كذلك كان هناك اتفاقية بالنسبة للطيار فيما يخص إدارة فنادق مع شركة إيكونكس، ستأتيكم المقابلة أيضا وتفاصيلها. بقطاع السيارات أيضا وهي الأكبر ربما كانت للجماح لتأجير السيارات كما ذكرنا سابقا مع إنتربرايز الأمريكية لدخول مزيد من السيارات الأمريكية إلى السوق السعودي. لكن الأهم ربما قد يكون حسين هذه المرة هي بعض التغييرات التي يترقبها المستثمرون. نحن بانتظار وصول العاهل الملكي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاء رجال الأعمال بعد ساعات من الآن. سيكون هناك بعض المصادر الخاصة التي حصلت عليها تتحدث عن بعض التغييرات فيما يخص الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية. سيتم الإعلان مع حضور الملك عن هذه التغيرات. جميع المستثمرين طبعا يترقبون هذا الخبر لاستغلال ربما الفرص السانحة التي يمكن أن تطرحها المملكة العربية السعودية أمامهم الفترة المقبلة، وإلى أي مدى ستتغير خارطة الاستثمار الأجنبي الأمريكي داخل المملكة بعد هذه القرارات الاستراتيجية. وطبعا ميساء سنكون معك في حال ورود أي جديد في هذا الشأن.
وطبعا لتوافينا في آخر التطورات. ومشاهدينا إلى حين ذلك الوقت، طبعا في أي حال صدور أي ربما أخبار أو تطورات جديدة سنكون معكم في تغطية مباشرة طبعا أولا بأول على CNBC عربية.